الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن عداوة الشيطان للإنسان مستمرة، ونبه الله سبحانه وتعالى عليها كثيرا، ولها صور كثيرة. فالشيطان فقيه في الشر، ينظر الحال التي فيها العبد، ومن خلالها يبدأ يوسوس له على حسب ما يناسبه. ولهذا لا يبالي الشيطان بأي طريق دخل ومن أي ناحية توصل إلى قلب العبد، قد يرى فيه ميلا إلى الإفراط فيدخل له من باب الإفراط، ميلا إلى التفريط يدخل له من باب التفريط، يدخل من الباب وعكس، قد يرى فيه ميلا إلى الحدة والطيش فيدخل له من هذا الباب، أو ميلا إلى يعني الهدوء والتلكؤ فيدخل له من هذا الباب أيضا، قد يرى فيه ميلا إلى الدعة والراحة فيدخل له من هذا الباب، أو يرى فيه ميلا للجد والنشاط فيدخل له أيضا من هذا الباب. وبالجملة فأبوابه كثيرة، ولهذا ذكر الله تعالى عداوته وحذر الله تعالى من عداوة الشيطان، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وجعل المخرج من هذا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الحزم في ألا يفتح الإنسان على نفسه بابا من أبواب الشيطان، ولا يخطو خطوة أو يتبع خطوة من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يقل لا تتبعوا الشيطان، لأن الشيطان من فقهه يدخل للعبد خطوة خطوة، والشيطان فقيه وذكي ليس مستعجلا. على كل حال هو معك مش للصبح، هو معك إلى أن تموت. الشيطان لا ينام وليس عنده يعني حساب الزمن بالنسبة له، عنده طول نفس ليس كأمثالنا، ولهذا ربما أفلح كثيرا، في حتى أنه يفلح في أبواب أنت ما كنت تتصور أن يفلح فيها. أنت نفسك تقول يعني إن دخل لي الشيطان يدخل من باب الشهوة، يدخل لي مثلا من باب الكسل، يدخل لي، أما أن يدخل لي من باب كذا فلا يمكن. ثم تفاجأ بعد أيام أو أسابيع أنه دخل لك من الباب الذي ما كنت تتصور دخوله. فالعاصم من هذا كله هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فإياك أن تتصور أنك بعيد عن الفتنة أو بعيد عن الوساوس أو بعيد عن هذه السياسات الشيطانية التي ربما أودى بكثير من عباد الله عز وجل من خلالها إلى الهوى. فالمسؤول الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الفتن، والواجب على كل مكلف أن يسد أبواب الشيطان ومداخل الشيطان، وأن يعرف كيف يزيل هذه الشبهات بكثرة الذكر وبتقوية اليقين وبالحرص على صحبة الصالحين أهل التقى والعلم والفضل، وأن يعرف كيف يخرج من بعض الوعكات القلبية معرفته بالخروج من الوعكات الصحية. يعني إذا أتعبته عينه فإنه لن يذهب لطبيب العظام، وماذا يفعل معه طبيب العظام والداء في عينه؟ وبالعكس لو كان عنده يعني داء في عظمه فإنه لن يذهب إلى طبيب قلب أو طبيب، وهكذا. هو يدرك هذا جيدا ويعرف كيف يلبس لكل حالة لبوسها. كذلك في الدين إذا وسوس له الشيطان فلا يجلس مع أهل الوساوس فيزيدوه وسوسة،
أو دخل إليه من خلال شبهة من الشبهات التي العادة الشيطان يعرف كيف يتسلل من خلالها إلى قلوب السالكين، فلا يسمع ممن لا يناسب السماع منه. ولهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالس أقواما، وحذره من مجالسة أقوام، وهذا مهم جدا. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمره أن يصبر نفسه مع أقوام، يحبس نفسه مع أقوام، وأمره في نفس الآية أن ألا يطيع أقواما آخرين، أن هذا ينفعه وهذا يضره، فإذا أخذ بمثل هذا نفعه الله سبحانه وتعالى، لكن إذا استرسل مع عدوه ومع أصحاب وأتباع ورسل عدوه يوشك أن يهلك والعياذ بالله. وكثيرا ما يأتيك الشيطان بجمل كثيرة من الوساوس على حسب حالك، هو ينظر أدنى منسوب عندك في أي باب من الأبواب ثم يأتيك منه، قد يكون أدنى المنسوب من اليقين فيأتيك بوساوس الشك في الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، قد يكون أدنى المنسوب من النشاط والجهد فيقول لك يعني أنت غير مطالب أنك تحضر الدروس ولا أن تحفظ ولا ولا، لأنه شايف أنك كسلان فيأتيك من هذا الباب. قد يكون المنسوب أدنى منسوب عندك منسوب الـ يعني تعكر المزاج بسبب بعض الصور السلبية التي رأيتها في أي باب، فيأتيك من هذا الباب ويعظم لك هذه الصور السلبية حتى تترك الطريق. هو في جميع الأحوال غير ناصح، ما كان الشيطان ناصحا لعبد من عباد الله عز وجل أبدا يوما من الدهر. واعتبر من نصحه لآدم وحواء: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهما، وآدم وحواء قبل النصح لأنهما ما تصور أن أحدا يكذب على الله وأن أحدا يقسم وهو كاذب. فأول ما قال وقاسمهما يعني أقسم لهما، قالوا خلاص لعله ناصح، وأكل من الشجرة بناء على النصيحة. وفاتهما أن الشيطان كما حذرهم الله تعالى: ألم أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. طيب ما الضابط في هذا؟ الضابط كل شيء ترى أنه يعني يزيد علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ويزيد ثقتك بالله عز وجل، ويزيد من إيمانك، ويقربك إلى الجنة ويبعدك من النار، ويزيدك أنسا على أنس، تعلم أن هذا هذه لمة ملك وهذا من الله سبحانه وتعالى، فسير في هذا الطريق. وكل ما كان من شأنه أن يذهب بك في الاتجاه المعاكس فابتعد عن هذا الطريق، وإياك وإياه. فإذا جاء الشيطان الآن مثلا، وهذه الصورة من الصور المتكررة، وقال لك يعني والله يعني من قال إن هذا هو الحق اللي احنا فيه؟ ما يمكن يكون مش صح. من قال إن هذا الإسلام هو الصواب؟ ومن قال إن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال ومن قال؟ طبعا هذه وساوس من الشيطان، فعلاجها أن تجاهد نفسك وأن تصبر، ولا يزال من الله عليك حافظ ما دمت تكره هذا. فقد جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، والعجب أن هؤلاء من الصحابة، هذا يدلك على أنه لا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، أو قالوا يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما يستعظم أن يذكره، ما يقدرش يقول إيه اللي بيحصل، ما يقدرش ولا حتى نقدر نحكي الوساوس. قال أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. إيه صريح الإيمان؟ الوساوس؟ لا، صريح الإيمان أن تجد من نفسك كراهية هذا والحزن، وتأسى على نفسك وتحزن وتقول كيف يعني يتلاعب بالشيطان إلى هذا الحد، فأنت حريص. صريح الإيمان أن تجد من نفسك تغيظا وحزنا ومقتا لنفسك لأنها يعني فتحت لنفسها باب الوساوس. قد تغلق هذا الباب على نفسك، هل الشيطان يتركك؟ أبدا، خلاص مش أنت
متثبت من هذه الحقائق ومتأكد ان هذا الدين صح وان هذا الطريق صح، طب تعالى بقى على الطريق اللي انت فيه. ده الجماعة دول اللي بيقولوا عليهم طلبة علم، ده فلان اكل مال فلان، طب روح كده تثبت هيطلع صح اكل مال، وفلان ما بيسلمش على الناس، وفلان ينظر الى الناس نظرة احتقار ونظرة كبر، والجماعة دول متحزبين، وهؤلاء يعني وتحزبوا فكله وتحزبوا فرقا فكل جماعة فيها أمير المؤمنين ومنبره، هؤلاء يضللون هؤلاء وهؤلاء يضللون هؤلاء، وهؤلاء يقول نحن على الحق. إيه رأيك بقى في الطريق ده؟ حلوة دي. تقول لا والله صحيح، طب ما هذا فعلا بيحصل، ده يبقى غلط. اللي كل شوية ده يقولك تعالى معانا ودولك تعالى معانا، وإحنا الصح وإحنا الغلط، ودول مبتدعين، لا ده دول مش عارف إيه، ده دول مش عارفين حاجة، لا دول اللي مش عارفين حاجة، تلخبط. فهو يدخل لك من بابك. شوف الأمس كان داخل لك في باب الدين كله غلط، ولما لقاك متثبت مش هيسيبك. لو طب تعالى وأنا هسيبك، طب تعالى في باب تاني مش أنت متثبت، طب تهجيلك من نفس التثبت بتاعك، هو نفس التثبت اللي أنا هدخل لك من إخوان إيه وسلفيين إيه وتبليغ إيه، وده يا عم ده ضلال كله، ده بيضحكوا على بعض ويبدأ بقى إيه. تقول آه والله صحيح فعلا فعلا، ما إحناش مش كلنا مسلمين. طب من قال هذا الكلام؟ ومن قال ان هذا الكلام اصلا صحيح؟ ومن قال ان المسلمين على هذه الصوره ان فعلا كلهم؟ ولو حصل شيء من هذا، من قال ان هذا الذي عليه يعني اخيار المسلمين واصحاب الديانه؟ هب ان هذا وقع من بعض الجهله ولا بعض المغفلين ولا بعض ضعاف الايمان، ولا لماذا تعمم هذا على كل المسلمين؟ من قال ان كل المسلمين متحزبون؟ ومن قال لكل المسلمين يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا؟ ومن قال ان كل المسلمين قلوبهم مليئة بالغل والحسد والبغضاء لبعض؟ ابدا، ده في احلام الشيطان يوسوس لك من خلالها حتى يقول لك او حتى يوصلك الى نفس النهاية التي كان يريد ان يوصلك اليها من الباب الاول اللي هو باب الوساوس في الدين والشك. ولو ما فلحتش في هذه ولا هذه سيوصلك عند الشيطان يعني وصفات ألف صنف وصنف، قل لي بس انت عايز ايه هو هيعرف ايه. ولهذا الواجب على العاقل ان يسدد ما استطاع ابواب الشيطان، ولا يتمكن الا بتجريد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واستشعار الفقر والحاجة الى الله سبحانه وتعالى، وانه ما هو الا عفوه وحلمه او الهلاك والعطب. تقولش أنا جدع يعني كما يقولون، لا أنت لا أنت جدع ولا أنت أي شيء، أنت أضعف من الضعف وأفقر من الفقر وأزل من الزل لولا الله سبحانه وتعالى. استشعارك هذه المعاني واستمساكك بحبل الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبتك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه. تتعجب من هذه الآية كلما مررت عليه، الله تعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم أفضل الناس وأشرف الناس وله كل الكمالات التي تتصور والتي لا تتصور، ومع هذا يخبره بخبر عجيب ربما أنت ما كنت يخطر على بالك، أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لولا تثبيت الله ما ثبت. وبالتالي تعرضك لأي فتنة ليس آخر الدنيا، ما يعني ما انتهت الدنيا أبدا، هذا شيء وارد، لكن المهم كيف تخرج من هذه الفتنة بألا تسترسل مع الشيطان. تقول أيوه نعم هو مسك ودنك وقعد يقول لك ده بيعملوا كذا، قل له أيوه والله صحيح وبيعملوا كذا أصلا. طب وبعدين أنت متصور إيه بعد كده غير أنك تكره المجتمع، تكره نفسك، وبالتالي المسالك السلبية كلها تظهر عليك، وبالتالي ربما تتقاعد عن كل خير وتتقاعس عن كل رشاد، ويعني يخربون بيوتهم بأيديهم. حينئذ من المستفيد؟ عدوك. ومن المتضرر؟ أنت. وماذا فعلت؟ ما فعلت شيئا. في أي وقت؟ في الوقت الذي سبق فيه السابقون وواصل فيه السير إلى الله تعالى السائرون، وارتفع المرتفعون، وما يعني تراجع ولا هلك إلا حضرتك، لأنك فتحت لنفسك أبواب الوساوس أيا كانت هذه الأبواب. فالحقيقة أنه ليس عندك وقت للوساوس، ومهما أتاك شيطان جن أو شيطان إنس وما أكثرهم ببعض النصائح السلبية فاتركه، وإذا يعني شعرت ببعض الصعوبة فاذهب إلى بعض أهل العلم، بعض أهل الرشاد، بعض أهل الديانة، بعض أهل الخبرات بأمثال هذه الوساوس، واجلس إليه لعل الله عز وجل
ينفعك ببعض نصائحه، وقبل هذا وبعده وفي أثنائه يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واستشعار الخوف والخشية والإشفاق، هكذا أنت في طريق صراع إلى أن تسلم. ولهذا الملائكة يتعجبون ممن يسلم من شدة الفتن. قالت الملائكة يا ويحه كيف نجا، تقول الملائكة لمن نجا، يا ويحه كيف نجا، لأن النجاة عزيزة، ومع ذلك فهي سيرة إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لكن على الخاشعين يسيرة إن شاء الله تعالى. هناك أقوام يسهل عليهم الخشوع، وهناك أقوام آخر شيء يعني يسهل عليهم، وبين هذا وهذا مجاهدات ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى ورياضات للقلب ومقامات يعين الله عز وجل السالكين على سلوكه. على كل حال هذا المعنى اتفق للحاجة عموما إليه ولكثرة الوساوس التي تأتي من هنا ومن هناك، حتى أنه لا يترك بابا إلا ويدخل لك. ممكن يدخل لك من نفس الكتاب اللي انت فيه، لك وش معنى الكتاب ده؟ طب ما الكتاب ده فيه، طب ده صاحبه كان، طيب ده قائب، أليس هو القائل كذا؟ طب بلاش العلم خالص. وش معنى المدرس ده؟ ففيه كذا وفيه كذا. وش معنى المسجد ده؟ هذه طريقة جنون. ولولا أن بعض الأبيات لا تليق لقلتها لكم، يعني رجل من أهل العلم رد على بعض أهل الوساوس بأبيات شديدة وشنيعة حتى أنها تقرأ ولا تنطق. نعم، لك أن تتصور يعني رجل من هؤلاء أصحاب الوساوس طرح بعض شبهاته في مجلس علم بطريقة فيها يعني حسن عرض وأدب وذكاء، فأجابه بألزع وألسع ما يكون للدرجة التي يصعب أن يعني أقولها أمامكم، لكن في غاية بقول له أنت موسوس في كل شيء وشاك في كل شيء، فجعل يقول له وعساك وعساك وعساك، لكن كلمات يعني تطلع كل وسوسة إن شاء الله من الدماء، وتجعل الإنسان يستحي من نفسه كيف يسلم قياده لعدوه. عجيب والله، كيف تسلم قيادك لعدوك؟ كيف تتصور أن عدوك ناصح لك؟ اصح، ما كان الشيطان ناصحا لك أبدا. فإذا جاءك في أي باب من قبل أن يختار قل له أنا رافض. والله لو جاءك في باب يعني أنت يعني ما تخشى منه أو ليس فيه شيء فيما تتصور، أبدا أرفض تماما أي مدخل من مداخل الشيطان. في طلعة البدر، في طلعة الصبح ما يغنيك عن زحلي، يعني إذا طلع النهار خلاص، ما فإذا طلعت شمس الوحي وشمس الهداية وأنوار الله سبحانه وتعالى، كيف تترك هذا وتذهب إلى بنيات الطريق؟ ما يمكن. ثم تأتي تقول والله أنا منقطع بال 10 أيام عشان والله بس كنت عرضت شبهة كنت استرسلت معها ووقفت عندها وتصورت ان الموضوع فعلا ما مش جايب همه ومش مستهلة وملوش داعي، وبعدين يعني فقت احسن احوالك حتى لو افقت. طيب سبقك سابقون وتقدموا عليك، من الذي خسر؟ انت الذي خسرت. لا تعطي اي وقت الا ل مزيد من الطاعة ومزيد من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وسابق الزمن فإنك لا تدري، عساك من أهل الآخرة وأنت لا تدري، فإن يعني العبد يصبح ولا يضمن المساء، كما قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فلو أنك أعطيت فرصة للشيطان وأنت ما تدري نازل آخر فرصة أين يذهب بك، خلاص ما عادش في فرصة ولا ملحق ولا دور ثاني ولا حاجة، أنت في كتاب الله سبحانه وتعالى آخر صلاة ليك صلاة الظهر بتاعت النهار أو يمكن صلاة الفجر اللي صليت قبل الظهر هتموت. فلو جاءك وعرض لك بأي شبهة واستطاع أن يعني يجعلك تصدقه فيها، إلى أين تذهب؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ تقول لعلنا بعد كذا نذهب ونسأل ونراجع ونتوب، ما فيش فرصة، هيك دي آخر فرصة. فكن وجلا وكن حذرا، وإذا كان الجماعة بتوع اللعب بيقولوا في دقائق حاسمة خلاص لحظات والحكم يصفر والجون اللي هيجي وقته مش هيتعوض، وتلاقي قاعدين فعلا مرعوبين وبطنهم مكركبة وخايفين وكله لعب،
لعب عيال، أليس كذلك؟ ومع ذلك مصدقين. لك لا فعلا ده لو جاء جون الوقت مصيبة، هي مصيبة فعلا، بس مصيبة عند على جماعة المصايب في العقل. فكيف بالحقائق؟ مصيبة فعلا أن الشيطان يتخطفك عند الموت. ولهذا كان يستعيذ من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يتخطفني الشيطان عند الموت. مصيبة أن الشيطان يلقي لك بوسواس قبل أن يعالج تموت على هذا الحال. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ألا تخاف من هذا وأنت ما تدري؟ ما تدري في آخر لحظة قد يختم لك بسوء، لكن المأمول من توفيق الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به أن الله تعالى لا يعامل العباد بهذا، ومن وقع له هذا فلا شك أنه قد كانت فيه خصلة خفية من خصال السوء، هي التي كان يكون غير صادق وغير مخلص لله سبحانه وتعالى، وكان يتظاهر بأشياء فلا يخادع الله سبحانه وتعالى. قبل أن يموت لابد أن يظهر على حقيقته، هو كان يخدعنا، لكن لابد في النهاية أن يعامل بحقيقته. لكن لو كان صادقا كما يرجى إن شاء الله تعالى ويظن منك، فالصادق يوفق، لا تخف إن شاء الله، لا تجعلك هذه المعاني يعني يتملك الرعب من قلبك، خليه يتملك منك، لكن ليس إلى درجة اليأس. الخوف مطلوب، لكن الخوف المعتدل الذي يزيدك عملا وجهدا وجدا واجتهادا، لكن الخوف الذي يجعلك يعني تضرب الأخماس في الأسداس وتتوقف ويعني تقنط من روح لهذا غير مطلوب، لكن المطلوب الخوف الذي يعين. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني واصل الليل بالنهار، مشى في وقت الدلجة، حتى في النهار في الليل يسافر، وسافر الليل تقطع فيه أشواط كثيرة من شدة الخوف ألا يصل، فيواصل الليل بالنهار حتى في الليل يسافر. ومن أدلج بلغ المنزل، يوشك أن يبلغ. واحد ماشي ما بياخدش راحة، واحد تاني يمشي ساعتين ولك تعال نقعد نستريح يومين، متى يصل؟ واحد آخر عنده جد واصل الليل بالنهار، أسرع الوصول. لما وصل خلاص بلاد الأفراح فيها يعني انتهى التكليف وحان وقت النعيم والسعادة والأنس. ما بينك وبين نعيم الجنة إلا لحظات، لكن هذه اللحظات لابد أن يعني تكون في قلب مؤمن وفي عزم حر وفي صبر رجل، لحظات تحتاج إلى، وإلا فلا تلوم إلا نفسك. على كل حال الواجب أن نتعاون فيما بيننا، واعذروني فربما أتاني في اليوم الواحد يعني أطنان من المثبطات فلو لم أفعل هذا لتأثرت أنا، فهذا نوع من تشجيع النفس قبل أن يكون تشجيع تعلم هذا. تلاقي نفسك قم وتكلم وادعو إلى الله سبحانه وتعالى واظهر هذا الحق، فهذا فيه تقوية لغيرك وتقوية لنفسك أيضا. وإلا إدمان سماع المثبطات هذا يعني يؤثر تأثيرا سلبيا. على كل حال في الملخص الفقهي الباب الثاني أظن أو الثالث فيما يحرم على المحدث، نعم، ده من قبل ال
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، هذه مقدمه من المصنف في هذا الباب. وكما رايت، بعض الاعمال التي يحرم على المسلم اذا لم يكن على طهاره ان يزاولها لشرفها ومكانتها، ويبين لك بعض هذه الاعمال. وقوله اعلم يا أخي ونحو ذلك، هذا ربما لأنه كان في قال هذا الكلام في حلقات إذاعة أو نحو ذلك، لكن لا يحسن بالتصنيف أو بالمصنف الذي يكتب رسالة أو تصنيفا أن يكسر من هذه الألفاظ في أثناء الكلام، كأن يقول أيها الإخوة أو أيها المسلمون أو نحو ذلك. هذا ليس من، فلكن عذر المصنف أن هذا في الأصل كان يعني حديثا يخاطب به المسلمين في الإذاعة، ثم بعد هذا تغير إلى كتاب مكتوب. نعم. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين؟ أي الحدثين؟ أي الحدثين؟ الأول مس المصحف الشريف، فلا يمسه المحدث بدون حال، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر. وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام، وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر في جلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم قوله لا يمس المصحف إلا طاهر. قال ابن عطبر إنه أشبه في التواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن عبيرة في الإفصاح أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. نعم، هذه أول مسألة، وهي مسألة ما يحرم على المحدث أي الحدثين. وذكر أول مسألة مس المصحف الشريف، فلا يمسه المحدث بدون حائل. عندنا هنا مسألتان في هذه المسألة، يحرم على المحدث حدثا أكبر وعلى المحدث حدثا أصغر مس المصحف. هذا قول الجمهور والذي عرضه المصنف، واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. فالدليل هنا آية وحديث. أما استدلالهم بالآية فالصحيح أنه في غير محله، لأن الصحيح أن هذه الآية كما ذكر المصنف يراد بها الملائكة، والدليل على هذا سياق الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالضمير عائد على الكتاب المكنون وعائد على اللوح المحفوظ، ولا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون وهم الملائكة. وإذا فالصحيح أن هذه الآية ليس فيها دليل للمسألة، وأيضا هذه الآيات تفسير لما سبقها من آيات في سورة عبسة وتولى في نفس الباب، هي متعلقة أيضا في صحف مطهرة مرفوعة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. لكن المصنف يقول وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك تناول البشر بدلالة الإشارة، ودلالة الإشارة ستأتي معنا في الأصول بعد وقت ليس بالكثير إن شاء الله، يعني أن تكون الآية في موضوع مختلف لكن فيها إشارة إلى هذا الموضوع. مثلا كما لو قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. قوله الآية في دية القاتل، فتسمية القاتل أخا للمقتول فيها إشارة لأنه غير كافر، مع أن ليس هذا المقصود بالكلام،
ده المقصود يعني كيف يفعل ولي المقتول مع القاتل، هذا المقصود بالآية. لكن بدلالة الإشارة بلفظ من أخيه دلت على أن القاتل ليس كافرا، وأن مثل هذه الكبيرة لا تخرج من الملة. هذا معنى دلالة الإشارة، أن يكون الكلام ليس هو المقصود لكن فيه إشارة إلى هذا. هذا قول المصنف، لكن لا يظهر صحة الاستدلال بالآية، وكثير من أهل العلم لا يرون الآية في هذا الباب. طيب، بقي الحديث. الحديث الاستدلال به أقوى من الآية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه لعمر بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. والحديث وإن كان في ضعف لكنه متلقا بالقبول كما نقل عن ابن عبد البر، وكثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم يحسنونه، ولعل هذا الصحيح إن شاء الله. لكن يرد على الاستدلال بالحديث أيضا أن لفظ طاهر لفظ مشترك، واللفظ المشترك الذي يستعمل لأكثر من معنى: طاهر من النجاسة، طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر. هذا معنى لفظ مشترك، واللفظ المشترك الذي يرجع إلى أكثر من معنى، وليس هناك نص يعين المعنى المطلوب من هذه المعاني. فهذا مرد إلى قاعدة أصولية أخرى ستأتي معنا، وهي أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فلفظ الطارق طاهر يتطرق إليه أكثر من احتمال، وبالتالي لا يصح أن يستدل به في المسألة. وبالتالي رد بعض أهل العلم كالظاهرية وتبعهم الشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم فيها على الأدلة أو على الدليلين في هذه المسألة، وبالتالي قالوا الأصل البراءة. الأصل البراءة، ما دام الدليل هذا غير منتهض لا ينهض للحكم ولا الدليل الثاني، فنبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم المنع من مس المصحف مطلقا. لا، هناك أدلة تدل على الكراهة على أقل شيء، تبقى الكراهة، كراهة مس المصحف لعموم الحديث الصحيحة: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه فتأخر حتى تيمم ثم قال إني كرهته. هذا يدل على الكراهة. أما على تحريم مس المصحف فهذا يحتاج إلى دليل. طيب، هذا في المسألتين ولا في إحداهما؟ أما مس المصحف من الحدث الأصغر فكما قلت لك الأدلة لا تنهض، لكن مس المصحف من الحدث الأكبر نفس الدليلين لا ينهضان، لكن عندنا دليل ثالث وهو الإجماع الذي حكاه الشوكاني في نهج الأوطار على عدم مس المصحف للمحدث حدثا أكبر، وحينئذ تصبح المسألة مسألتين: مس المصحف من المحدث حدثا أكبر، الجواب الأدلة لا تنهض الآية لأنها ليست في بابها، والحديث لأنه لفظ مشترك، لكن في إجماع في المسألة، فنتوقف عن مس المصحف عند الحدث الأكبر لأجل الإجماع. المسألة الثانية: مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، الدليلان لا ينهضان، وأيضا الإجماع ليس في الحدث الأصغر، وبالتالي فالمسألة على الكراهة وليست على التحريم. لكن المهم استحضاره هنا أن المسألة خلافية، وأن الجمهور لا يجيزون المس، مس المصحف لا للمحدث حدثا أكبر ولا حدثا أصغر، فينبغي الاحتياط في هذه المسألة، خصوصا وأن هذا الفعل ليس مباحا. إذا قلنا الأدلة غير ناهضة فليس معنى هذا الأمر واسع، لا، في كراهة على الأقل، إن لم يكن التحريم فالكراهة. فالحازم مع نفسه لا يسلك مسالك التحريم ولا يسلك مسالك الكراهة، وأيضا يحذر خصوصا إذا كان الخلاف قويا كما في هذه المسألة وجماهير أهل العلم يمنعون، فلا تترخص في هذا بقدر ما تستطيع. يعني لا تقول والله بما أن الآية غير ناهضة
والحديث لفظ مشترك، فأنا يعني أقرأ على غير طهارة كاملة، ومدام هذا الراجح في قول من قال، أولا ما يدريك أن هذا الراجح، نحن ذكرنا، وإلا لو جلست للكثير من أهل العلم قالوا أبدا، كما فعل المصنف هنا وقال المسألة وهذا قول الجمهور. فمثل هذه المسائل خذ لنفسك فيها بالقوة والحزم، لأنك للأسف لو ترخصت في بعض هذه المسائل سيسهل عليك الترخص وسيفوتك أجر كبير. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن منع مس المصحف لغير المطهر هو مذهب الأئمة الأربعة، وقول ابن هبيرة أجمعوا يعني الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، هذا ليس الإجماع الذي هو الإجماع، وإنما هذا إجماع مقيد، أجمع الأربعة والعلماء، وإجماع الأئمة الأربعة ليس إجماعا بالمعنى المصطلحي الإجماع الذي لا يحل أو لا يجوز رده، لكن هذا إجماع مقيد، كما نقول أجمعت أنا وأنت على مسألة كذا، يعني أجمع أمرنا واتفق أمرنا، هذا ليس الإجماع الذي ذكرناه بالأمس في الأصول أنه لا يصح مخالفة الإجماع. نعم. وإذن المسألة ليس فيها إجماع إلا ما حكي في الحدث الأكبر، ولأجل هذا نتوقف في الحدث الأكبر عن مس المصحف، وأما الحدث الأصغر فأمره أيسر، لكن في الحالتين أقل الأحوال في كراهة، والواجب على المكلف أن يجتنب، أو الذي ينبغي للمكلف أن يجتنب الكراهة كما يجتنب التحريم، خصوصا والمسألة مبنها على التحريم عند كثير من أهل العلم، فالحازم يحتاط لنفسه. وصاحب الديانة وطالب العلم لا تزيده مسائل العلم إلا تقربا إلى الله، لكن بعض طلبة العلم إذا عرف مسألة من مسائل فيها ترخص كما هي حالك الآن مثلا، ربما كنت قبل سماع الدرس تشدد على نفسك وتقول أبدا لا أقرأ إلا على وضوء، فإذا وجدت نفسك بعد الدرس وبعد ما عرفت كلمتين قلت والله الآية ليست في بابها، والحديث ده لفظ مشترك، قال ابن حزم وقال داود وقال الشوكاني وقال الألباني، خلاص تقوم تحدث وتقرأ زي ما أنت عايز، يبقى هذا علم نافع أبدا؟ وهذا فرق بأن تتعلم المسألة وضوابطها، لكن في نفس الوقت تأخذ بالأقرب للديانة، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يجلس فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فلو كنت في مسجد مثلا فقراءتك على غير طهارة أقل ما فيها أن تمنع صلاة الملائكة عليك، بينما لو كنت متطهرا فالملائكة تشتغل مع شغلك، أنت تشتغل بالقراءة والملائكة تشتغل بالدعاء لك، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، شوف انظر أي فإذا أحدثت شغال أنت في القراءة على القول الثاني بقى اللي هو أن الأمر واسع، لكن الملائكة توقفت عن الشغل، خسرت كثيرا أليس كذلك؟ فانتبه، مسائل الرخص والمسائل التي فيها بعض السعة تعامل معها تعامل الصحيح، تعامل المنصف، تعامل الحازم، تعامل صاحب الديانة، حتى لو كان القول الراجح عندك أنه لا يحرم، ومع هذا على الأقل هو يكره، وينبغي أن تكون حريصا على ما يزيد قربا إلى الله. ولهذا قال بعض أهل العلم وينسب للشافعي رحمه الله، قال الشافعي لو علمت أن شرب الماء البارد يسلم مروءتي ما شربته، مش حرام ولا مكروه، لو بس علمت أن الماء البارد يسلم المروءة يعني أثر في المروءة خلاص بلاش الماء البارد، تشرب ماء سخنة يشرب ماء سخنة، المهم يحافظ على مروءته. هذا من الحزم في هذا الباب. نعم. هذه المسألة فيها مخرج على القول بالحرمة عند الجمهور في المسألتين، أو التوقف لأجل الإجماع في مسألة الحدث الأكبر يكون المخرج لك في هذا، إذا احتجت إلى مس إلى القراءة في المصحف وأنت لا تحفظ
وتحتاج إلى إمساك المصحف أن تمسك المصحف بحائل، وهذا تحتاج إليه من حدثها ليس بيدها كالحائض، امرأة حائض. أما الجنب فأمر يسير، قم اغتسل زالت الجنابة، لكن الحائض ماذا تفعل؟ أو النفساء وأمامها أيام، أو ربما تطول الأيام في حالة النفاس، في هذه الحالة تنصح أن تقرأ لكن بحائل، يعني تمس المصحف بحائل ولا تباشر مس المصحف ببشرتها، كأن تمسك عودا تقلب به الصفحات، أو تلبس كفوفا الجوانتي الذي يسمونه، هذا مخرج. ولهذا قال لا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس، لكن ما قالش يقرأ، لأنه ستأتي مسألة أخرى، وهل يجوز القراءة أو لا يجوز، مسألة أخرى فيها أيضا خلاف سيأتي في موضعه إن شاء الله. امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير ظهور. وحديث لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا، فلا يجوز له ان يصلي من غير طهاره مع القدره عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا او عالما، ناسيا او عابدا. لكن العالم العامل اذا صلى من غير طهاره يأثم ويعصب، وان كان جاهلا او ناسيا فانه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته. هذا الامر الثاني او المساله الثانيه فيما يحرم على المحدث، يحرم عليه الصلاه فرضا كان او نفلا، وهذا باجماع اهل العلم اذا استطاع الطهاره. وهذا القيد المقصود منه انه اذا عجز عن الطهاره فانه يتيمم، واذا عجز عن التيمم ايضا، وهذا قصده بالطهاره يعني بنوعيها بالتيمم بعد الوضوء ايضا، فهذه تسمى مساله بنوعيها من وضوء وتيمم، ففي هذه الحاله أجمع أهل العلم أنه يصلي على حاله نفسا إلا وسعه، وهذا فعل الذي في وسعه، والصلاة تبقى واجبة في حقه، فيسقط ما تعذر عليه. ولهذا قال إذا استطاع الطهارة، فدل هذا على أنه إذا لم يستطع فهذه مسألة أخرى وهذا نادر، لكن إذا استطاع الطهارة فالواجب عليه أن يتطهر قبل أن يصلي، لأن الصلاة لأن الطهور مفتاح الصلاة وشرطها المقدم. وذكر آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فجعل غسل الوجوه والأيدي ومسح الرؤوس وغسل الرجلين، جعل هذا شرطا ل صحة الصلاة. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأيضا الحدث الأكبر يغتسل له، وإذا عجز في الحالتين فإنه يتيمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا واضح لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فجعل أيضا الطهور شرطا في صحة الصلاة. وذكر الحديث الثاني لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. بناء على هذا فالمسألة ليس فيها خلاف، مسألة إجماعية، لا يجوز أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، وهذا ما تقدم من الكلام، يعني مع عدم القدرة فالأمر يتسع. ولا تصح صلاته، يعني إذا كان يقدر على الطهارة لم يتطهر، سواء كان جاهلا أو عالما. لو أن رجلا نسي أن يتطهر قلنا له ليس عليك إثم، لكن توضأ وأعد الصلاة. قال لقد انتهيت من الصلاة وخشعت مع الإمام وبكيت، نقول له لا عليك، أجرك محفوظ على خشوعك وبكائك، لكنك لم تصلي، يلزمك أن تعود فتتوضأ، وحتى لو كنت ناسيا. قال سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا، يعني في جميع الأحوال المتصورة. لكن فرق
قال لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم، لأن هذا انتهاك للحرمة ويعذر. من الذي يعذره؟ من يملك التعذير، يعني الحاكم العالم في هذه المسألة الذي له سلطان على المفتي، إن كان له يعني وجاهته وقبوله بين الناس فلا بأس أنه لا يلزم يعذره كتعذير الحاكم بأصوات يضربها، وقد يعذره بكلمة أو ينتهره أو نحو ذلك على حسب المصلحة. وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. فلا فرق بينهما في وجوب إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، لكن الفرق بينهما في الإثم. فالجاهل أو الناسي لا يأثم، لكن العالم أو العامد فإنه يأثم لأنه انتهك الحرمة. إذن يحرم على المحدث الصلاة. نعم. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، ومما يدل على تحريم على المحدث حدثا أكبر قوله يا أيها الذين آمنوا لا تفرغوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عالمي سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا مار طريق، فمنعوا من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة أنه يحرم على المحدث سواء الأكبر أو الأصغر الطواف بالبيت، ودليل هذا الحديث، ولم يذكر هنا الإجماع، المسألة فيها بعض النزاع. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فما دام اعتبر أن الطواف صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة، وبما يشترط للصلاة الطهارة، وحينئذ لو طاف من غير طهارة فإن الصلاة لا تصح بناء على المفهوم من هذا الحديث، وبناء أيضا على أدلة أخرى، وإن كانت لا تصلح دليلا وحدها كتوضؤ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، لأنه قد يقال توضؤ للطواف قد يكون للاستحباب ولا يلزم أن يكون للوجوب. وصح عنه أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، هذا صحيح في حديث عائشة المعروف، في حديث صفية المعروف، وسيأتي هذا في أبواب الحج. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، فعمدتهم حديث الطواف صلاة، من أخذه على ظاهره قال هذا، ومن قال لا يلزم هذا أن الطواف صلاة في كل الأحوال بدليل أنه أبيح الكلام نحو ذلك، أمكنه أن ينازع في المسألة. ومما يدل على تحريمي على المحدث حدثا أكبر قوله يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فهم منها العلماء أكثر العلماء ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة إلا عابري سبيل، يعني لها المساجد، قال أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. لو تأملت المسائل الثلاث لوجدت أن المسألة الأولى فيها خلاف قوي ومتجه، والثانية فيها إجماع لا ينبغي فيها الخلاف، والثالثة جماهير أهل العلم على هذا، والمسألة يعني الخلاف فيها قليل جدا، إلا أنه ليس فيها إجماع المسألة الثانية. ولهذا لو أن المصنف رتب المسائل ترتيبا آخر فبدأ بالمسألة الثانية التي لا إشكال فيها ولا خلاف فيها لأن فيها إجماع، فقال الأولى يحرم على المحدث الصلاة، ثم جعل الثانية يحرم على المحدث الطواف، ثم أخر الأولى إلى الثالثة، لكان هذا أولى بالنسبة لك هذا من حيث الترتيب، لكنه صدر المسألة فيها خلاف قوي وسن المسألة المجمع عليها وثلث بالمسألة التي فيها أدلة قوية وإن لم يكن فيها إجماع.
على كل حال هذا كله نقوله لأجل ليس للرد على المصنف، وإنما لأجل تربية الملك حتى تعرف أنت كيف تقرأ وكيف تفهم كيف ترتب المسائل في ذهنك. نعم. وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدث الأب فاصلة فهي: الأول، يحرم على المحدث حدث الأب وراء قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجمال. ولفظ الترمذي يقرئ القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء. ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانا، ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وثق القرآن إن لم يقصد القرآن، بل على وجه الذكر مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. هذه مسألة شبيهة بالمسألة الأولى في البحث الماضي، وأن كانت غيرها، وهي مسألة يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن. الذي تقدم كان في مس المصحف، هذه مسألة أخرى في قراءة القرآن بعد أن سلم مع الجمهور أنه يحرم على المحدث مس المصحف، قال طيب وقراءة القرآن؟ أما المحدث حدثا أكبر فيحرم عليه قراءة القرآن. دل هذا على أن المحدث حدثا أصغر لا بأس أن يقرأ القرآن، لأنه ليس هناك دليل على المنع، فيبقى تبقى المسألة على الأصل. وأما قراءة القرآن المحدث حدثا أكبر، وهذا يدخل فيه الجنب ويدخل فيه الحائض ويدخل فيه النفساء، فمنع من هذا الجمهور، واستدلوا بحديث علي كان لا يحجبه شيء عن القرآن أو عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. لكن هذا الحديث ضعيف، كان لا يحجبه عن القرآن شيء صلى الله عليه وسلم ليس الجنابة، والحديث ضعيف، والضعيف لا يعمل به ولا يترتب عليه أثره ولا يستدل به. ولفظ الترمذي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنب، وهذا أيضا ضعيف. قال فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء. نعم، هذا يدل على التحريم لو كان الدليل صحيحا، فإذا كان الدليل غير صحيح فإنه لا يصح الاستدلال به، وحينئذ يبقى الأمر على البراءة الأصلية عند كثير من أهل العلم كالظاهرية ومن وافقهم، أن المحدث حدثا أكبر له أن يقرأ القرآن. واستدلالا أيضا بحديث مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكل من ألفاظ العموم، فدل هذا على أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، ومنها هذا الحين. لكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. قال بعض أهل العلم الدليل الذي ذكر حتى لو كان صحيحا فإنه لم يتعرض إلا للجنابة، وقياس الجمهور للحائض والنفساء على الجنب قياس ضعيف، وهذا صحيح، لأن الدليل لو اعتبرنا أنه صحيح كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، فهذا خاص بالجنابة، فما بال الحائض والنفساء؟ قالوا الجنابة حدث أكبر والحائض والنفساء حدث أكبر، لكن الصحيح هذا قياس مع الفالق، لأن الجنب جنابته بيده، لو شاء لقام واغتسل، وإذا فليس بجنب، لكن ما بال الحائض وحيضها ليس بيده، هي مضطرة أن تبقى في علم الله الأيام المعروفة للحيض، 4 أيام 5 أيام 6 7 على حسب حالها وقد يزيد. وما بال النفساء ربما تمكث إلى 40 يوما، فهل تمنع من قراءة القرآن؟ فقياس الحائض والنفساء على الجنب قياس مع الفارق، ولهذا رخص من رخص للحائض خصوصا من الجمهور، قال أما الجنب فلا نرخص له لأن جنابته بيده، لو شاء لقام واغتسل، ولو لم يجد ماء يتيمم، لكن الحائض والنفساء تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. وقالوا هذا القيد باعتبار اعتبر أيضا أن هذا الأصل، لكن يرخص لها لأجل إذا وإذا لم تخشى فإنها ممنوعة، لكن أصح من هذا أن يقال ليس هناك ما
يمنع الحائط ولا النفساء من قراءة القرآن، بل تركها قراءة القرآن هذه الأيام الطويلة التي قد تذهب في النفساء إلى 40 يوما، هذا لابد أن يترتب عليه إما النسيان وهذه مفسدة، أو البعد عن التعبد بهذا الأمر المهم الذي هي حريصة عليه كوردها ونحو ذلك. ولهذا قال من قال من أهل العلم، وهو مذهب الظاهرية أيضا ونصره بعض أهل العلم كالشيخ الألباني وقبله الشوكاني وغيرهم، أنه لا يمنع قراءة القرآن لا للجنب لعدم صحة الدليل، ولا للحائض والنفساء من باب أولى لعدم ورود الدليل أصلا، ولأجل البراءة الأصلية، البراءة الأصلية التي تجعل قراءة القرآن سائغة في حق كل مسلم، وللاستدلال بعموم حديث مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم. قوله ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، هذا على قول الجمهور بالمنع، قال لكن إذا منعنا فلا بأس أن يتكلم كلاما هو من القرآن لكن ليس قصد القرآن، إذا قلنا بالقول الثاني فالأمر أوسع بل هو يقرأ القرآن. نعم. لحديث عائشة، والعجب أنه مستدل هنا بحديث عائشة مع أنه يصح الاستدلال به في المسألة الأولى، يعني مصنف ذكره قال لحديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيان، طيب ولماذا لا ندخل من هذه الأحيان حين الجنابة والحدث الأكبر؟ نعم. لكن على كل حال مثل هذا المقصود بتوسيع الملك، وإلا فكلام أهل العلم لهم مسالك في هذا، ولا ينبغي أن تنكر على من تبنى قولا لأهل العلم ونصره، كما لو تبنى يعني تصحيح الحديث أو القول بالانتصار لمذهب الجمهور، لكن ما دمت طالب علم وما دمت مميزا وما دمت متبعا لأجل هذا، فنحن نذكر لك أدلة الفريقين وذلك حتى تتسع الملكة وتعرف كيف تفهم مسالك أهل العلم رحمهم الله في الاستدلال. نعم. هذه المسألة الثانية مما يحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة، يعني ولا يشترك معه المحدث حدثا أصغر فيها، يحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبس في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تقدم معنا الآية في تفسير سورة النساء، وأن الجمهور يفسرونها على هذا المعنى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، واضح النهي عن قرب الصلاة في حالة السكر، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة إلا عابري سبيل، فالمقصود هنا العطف لا تقربوا الصلاة ولا جنبا، المقصود يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة إلا حالة كونكم عابري سبيل حتى تغتسلوا، فجعلوا الآية مذكورة في مواضع الصلاة التي هي المساجد، وجعلوا الآية نصا في عدم قرب المساجد لمن به حدث أكبر. لكن هذا تفسير جماهير أهل العلم، لكن بعض أهل العلم كالظاهرية أيضا ومن تبنى قولهم نازع في الاستدلال بهذه الآية، حتى قال ابن حزم يعني كيف يذكر الله تعالى، كيف يكون المعنى ولا تقربوا المساجد جنبا، ويصعب الله تعالى علينا المسألة يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة، وهو يقصد ولا تقربوا مواضع الصلاة، يعني يقول هذا خلاف الظاهر، وإلا فالظاهر لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب، كيف يكون هذا المقصود لا تقربوا
مواضع الصلاة وهو يقول ولا تقربوا الصلاة، يعني ينازع الجمهور في الاستدلال بالآية، وإذن فالآية عندهم ليست على هذا المعنى الذي عند الجمهور، وإنما المعنى المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي وليس لا علاقة بالمسجد. نعم. والحديث الذي استدلوا به أيضا لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث ضعيف، ولهذا يكون عند الظاهرية ومن نحى نحوهم لا الآية تصلح استدلالا ولا الحديث، ولهذا قالوا بالبراءة الأصلية أيضا وهي عدم المنع للمحدث حدثا أكبر من اللبس في المسجد. وقولهم هذا لا يعني أن هذا حسن، معلوم أنه لن يستفيد من ولماذا يستفيد من اللبس في المسجد وهو محدث والملائكة لن تصلي عليه، لكن هم يبحثون يجوز أو لا يجوز، يحرم عليه أو لا يحرم عليه. ولهذا قال الشيخ أبان رحمه الله متابعة للظاهرية وغيرهم، قال والقول عندنا في هذه المسألة كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض للتحريم. قال وبه قال الإمام أحمد وغيره. قال البغوي في شرح السنة وجوز أحمد والمزني المكس فيه، يعني في المسجد، وضعف أحمد الحديث، حديث لا أحل القرآن للجنوب ولا حائض، لأن راويه أفلت مجهول، يعني في راوي مجهول فالحديث ضعيف. وتأول الآية على أن عابري السبيل ولا جنوبا إلا عابري السبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك عن ابن عباس. هذا القول أيضا قول متجه إذا قلنا أن الآية ليست في هذا، ويؤكد هذا القول أنه إذا كان الراجح دخول الكافر المسجد فكيف يعني فيكون من باب أولى دخول الجنوب، لكن على فهم الجمهور للآية فالآية نص عندما فهم منها ولا جنبا يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة، لكن من نازع في هذا المعنى فإنه لا تصبح الآية نصا في موضع النزاع، والحديث ضعيف فيبقى الأصل، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية. لكن إذا قلنا حتى بالبراءة الأصلية ينبغي ألا نشجع الجنب على المكس في المسجد لأنه ليس هناك مصلحة، لكن ثمرة الخلاف تظهر في حق الحائض وفي حق النفساء، لأنها قد تحتاج إلى درس علم أو نحو ذلك. إذا احتاجت إلى درس علم فالخلاف هنا ينفعها، إذا عملت بقول الظاهرية ونحوهم فإنها تحضر درس العلم إذا كان في المسجد ولا حرج عليه، بينما على مذهب الجماهير فإنها تمنع من هذا ويفوتها درس العلم. نعم. إذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له الركن في المسجد لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم يشركون إذا توضأوا وضوء الصلاة، والحكمة من هذا تخفيف الجمال. هذا على قول الجمهور في المنع، أما الظاهرية ومن نحى نحوهم فالأمر عندهم واسع، يعني يلبس في المسجد على حدث الأكبر دون وضوء، لكن من منع المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس، من منعه من اللبس في المسجد فإن له رخصة أو إن له مندوحة أو له إذا احتاج إلى ذلك مخرج، فإن له مخرجا في هذا الأثر الذي ذكره المصنف عن عطاء، قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، لكن بهذا الشرط إذا توضأ وضوء الصلاة، والحكمة من هذا هو تخفيف الجنب، كما أن النائم أو المجامع إذا أراد أن ينام وتكاسل عن الغسل فإنه يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، والوضوء لا يرفع الحدث لكن يخفف الحدث. مثل هذا أيضا، والأثر حسنه بعض أهل العلم كالشيخ مقبل في تخريجه لابن كثير في الآية المذكورة. نعم. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور بغير جلوس فيه لقوله تعالى إلا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه،
والاستثناء من العنان بالإباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا أحله. نعم، يجوز للمحدث أن يمر بالمسجد، وهذه لا خلاف فيها، لأن هذا منطوق الآية حتى على قول الجمهور الآية في المسجد، فقد قال: ولا جنبا إلا عابر السبيل، فاستثنى عابر السبيل من جواز المرور في المسجد، كان يحتاج إلى اختصار الطريق فيمر من المسجد، أو يبحث عن أحد داخل المسجد فيدخل المسجد، أو يتعين المسجد طريقا للمرور ونحو ذلك. كل هذا الأمر فيه واسع لنص الآية. وقوله والاستثناء من النهي إباحة، فيكون مخصصا لعموم الحديث، لكن إذا قلنا العموم الحديث أصلا ضعيف فالأمر أوسع من هذا، لا نحتاج إلى لا أحل المسجد الجنوب ولا حائط، حديث ضعيف، لكن هو يقول على صحة الحديث، فالجمع بين الآية وبين الحديث أن الآية تخصص عموم الحديث، وبالتالي يكون لك حرج في المرور حتى للجنب أو الحائض أو النفساء، لكن بشرط في الحائض والنفساء ألا تلوث المسجد، هذا معروف بأن تكون متحفظة، فلا يعني يظهر أو لا تلوث المسجد بدمها أو نحو ذلك. وأما مصلى العيد فالمرور فيه إذا قلنا أنه كالمسجد المرور فيه واسع ليس فيه إشكال، لكن اللبس فإنها أو من كان عليه حدث أكبر فإنه لا يلبس فيه أيضا بغير وضوء لأجل تخفيف الحدث، يعني تتوضأ تخفيفا للحدث لكنها لا تصلي، كما قال وليعتزل الحيض المصلى، لكن هذا قياس مصلى العيد على المسجد لا يلزم، لأن مصلى العيد غير مسجد، مصلى العيد يذهبون خارج البلدة أو في خلاء فيها ونحو ذلك، فالأمر فيه أوسع على كل حال. طيب أيضا نكتفي بهذا، نتوقف هنا. بقدر الإمكان الإخوان الأسئلة تكون في الموضوع، وبقدر الإمكان ما معنى القرز، المعنى ذكرناه بالأمس لعلك كنت نائما، والنائم لا حرج عليه ولا إثم على كل حال، لكن يلام في مثل هذا الموطن. تقدم من القرز المقصود به ورق معروف يدبغ به، يستعمل في الدباغ، دباغ القديم طهوره، معنى القديم كل القديم المقصود به الجلد قبل دباغه. جواز استخدام جلود الميتة مقتصر على كونها آنية، أو يجوز استخدامها كملابس ومفروشات؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا طهرت يستعملها في أي استعمال. هل هناك جلد يستخدم بدون دبغ؟ إيه علاقة السؤال هذا؟ هل هناك جلد يستخدم بدون دبغ؟ تقديم السؤال هذا للمفتي ملوش شكل السؤال، هل هناك جلد يستخدم بدون دبغ؟ يعني تقصد يجوز استخدامه إن كنت تقصد هذا؟ لا، لابد من دباغه، لكن تنازعوا في مسألة أخرى ليس هذا محله. على كل حال، هل يجوز استخدام جلود الذبيحة بدون دبغ؟ تكرر نفس المعاني، لابد من دبغها. هل الدبغ البسيط الذي يقوم به بعض أصحاب الذبائح جائز مطهر؟ الدبغ البسيط يعني وضعه في الشمس وعليه ملح، نفس معنى الدبغ، إذا حقق الطريقة بدائية أو بطريقة يعني أي طريقة، المهم يحصل الدباغ.
الماء أقل من قلتين إذا أصابته نجاسة يسير ولم تغير أحد أوصافه، هل يصبح كل الماء نجس؟ في هذه الحالة لما لم يعف عن اليسير؟ هذه مسألة خلافية. على كل حال اعتبار حيث القلتين هو الضابط مطلقا، ولا اعتبار تغير الأوصاف، فمثل هذا في خلاف. إذا كان ما أقل من قلتين وأصابته نجاسة يسيرة ولم تغير أحد أوصافي، فالجمهور أنه يتنجس لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة. وقال بعض أهل العلم ما لم تتغير أوصافه فهو على الأصل. أكثر من قلتين إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة هل يصبح جميع الماء نجس؟ نعم، إذا تغير الماء ولو كان أكثر من قلتين، لكن هذا كيف يتغير وماء كثير؟ يقول لي والله جبنا ماء قلتين وحطنا فيه ثلاث قلال من النجاسة، طيب هيكون طبعا نجس. تحديد القلتين ذكرناه بالأمس، 10 تنكات يعني صفائح من صفائح الجبن اللي انت شايفها وانت داخل. معنى آية النساء في عدم الاستدلاء على تحريم اللبس في المسجد، ما احنا ذكرنا ان الجمهور ولا جنبا الا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنوب إلا عبير السبيل، هذا قول الجمهور في عدم. لكن القول الثاني في عدم الاستدلال قالوا لا ولا جنوبا إلا عبير السبيل، قالوا المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. الأثر الورد عن الصحابة الجلوس في المسجد وهم جنوب يصح، ذكرت لك تحسينه عن بعض أهل العلم، هو مروي عند ابن أبي شيبة وغير. وما على لا أفهم، ورد أنه لم يرد السلام صلى الله عليه وسلم حين كان جنبا حتى يتيمم، هل هذا يخالف حديث عائشة يعني أنه كان يذكر الله على كل أحيانه؟ لا، وإنما هذا يدل على يدل على الكراهة، أنه فعل هذا لكراهة كرهت أن أذكر الله إلا على جنب. لكن حديث عائشة عام كان يذكر الله على كل أحيان، مما والجمع بينهم هذا الكراهة مش للتحريم، وبالتالي هو الاختيار أنه يكره ذكر الله على غير جنابة ويحرص على التطهر، لكنه لا يمنع أنه إذا تعذر عليه أو نحو ذلك فالأمر واسع، كان يذكر الله على كل أحيان. قراءة القرآن محفوظا من غير مس فيه شيء إذا كان جنب أو حدث أصغر؟ لو بس تركزوا قبل ما تكتبوا السؤال عشان تعرف، احنا قلنا اذا كان حدث اصغر فالقراءة ليس فيها شيء حتى عند الجمهور، واذا كان حدث اكبر ففي الخلاف الذي ذكرنا الجمهور يمنعونه من القراءة. عقوبة من صلى صلاة بغير طهور متعمدا هو عذاب القبر بان يضرب بصوت من النار كما ورد في الحديث؟ يصح أن يقال هذا باعتبار أنه لم يصلي وهو يعلم أنه لم يصلي، فيكون عقوبة ترك الصلاة فيه بل أشد، لأن هذا قد يكون بيستهزئ بالشريعة أو، لكن ليس من شغلك أنك تعد ضرب ضبط على نوعية عقوبة كل واحد، خصوصا في الأشياء التي لم يرد فيها نص. الذي ينفعك أن تعلم أن من صلى صلاة بغير طهور متعمدا آثم، بل لو اعتقد صحة هذا كافر، نعتقد شيء معلوم من الدين بدور اعتقد غلط، لكن لو علم انه هذا لا يجوز وفعله متعمدا فهو متلاعب بالدين ومستهزئ بالدين، وهذا خطير جدا. بعد هذا ما عقوبته؟ المهم انه له عقوبة.
على حسب حالته وقصده. المقصود بالمصحف ورقات المصحف أم تشمل الغلاف الجلدي أو الورقي؟ ولا يترخص في القراءة أو الحفظ إذا تعذر في الطهور؟ إحنا لو سبناكم تسألوا هنقعد للظهر إن شاء الله، ولهذا لا بد من ضبط هذه المسألة. المصحف الورق اللي فيه المصحف الآيات نفسها، أما الغلاف الخارجي ونحو ذلك فليس هو المقصود بمس المصحف. أشكل علي استدلال المصنف بأحاديث ضعيفة على غزارة علمه وفضله، خاصة بعد استقرار العلوم وبيان الصحيح والضعيف من الأحاديث. لا يشكل عليك الأمر. بعض المصنف قال إن أنا لخصت هذا الكتاب من شرح الزاد، فهو اعتمد على تصحيحات وتضعيفات صاحب الكتاب الذي لخص منه. وقد يكون بعض أهل العلم يترخص في مثل هذا وينقل ولا يحقق كل حديث، إما لأنه يرى أن الأمر فيه سعة وما زال أهل العلم يستدلون به، فهو قال ما دام أهل العلم يستدلون به وما زالوا فلا بأس بهذا. أو يكون ليس من صناعته الحديث، لأن يكون فقيها لكن ليس له عناية بالحديث فيقلد غيره، كما هو الظاهر في مصنفنا رحم حفظه الله تعالى. وبالتالي لا يشكل عليك، هذا الأمر واسع. وإلا فمن ضعف الحديث وهناك من صححه، وقد يكون يرى تصحيح الحديث ويتبنى تصحيحه ولا يقبل تضعيفه، ويكون هذه مساحة للاجتهاد، الأمر فيها واسع، فلا يشكل عليك مثل هذا. إذن ما هي المناسبات التي يجوز فيها أن نقرأ المصحف مع الحدث الأصغر؟ قل أن يكره، الصحيح أنه يكره، إلا نقول يحرم على قول الجمهور، فأقل الأحوال يكره القراءة مع الحدث الأصغر. لكن قد يضطر الإنسان إلى هذا فتزول الكراهة، كما لو كنت مسافرا في وسيلة مواصلات وأحدثت ولم تعرف كيف تتوضأ ولا تتيمم، فمثل هذا الأمر واسع. أو يعني كنت على حالة إذا لم تتوضأ لم تقرأ، يبقى تقرأ أحسن. هناك قول بقراءة القرآن وهو جنب، لعلك كنت نايم. ورد في السيرة أن رسول الله أدخل مشركا إلى المسجد وحبسه فيه، فكيف يحل للمشرك دخول المسجد ولا يحل للحائط؟ أنت بتقول الكلام اللي احنا قلناه، جزاك الله خير. الرجل يكون جنبا ويدخل المسجد يغتسل فيه، توكل على الله يغتسل. كيف أفارق بين ما يراودني من وسواس؟ هذه تقدم الكلام عليها. طيب أسئلة تانية مرة جاية إن شاء الله. إن شاء الله.